قد يكون هناك نوع من أنواع الجزاءات الداخلية. أنت عارف النادي الأهلي بيبقى فيه بعض الإجراءات ولا نسمع عنها، لكن إحنا اللي طلع قدامنا بيان من كابتن محمود الخطيب إن هو بيرفض هذا العنوان اللي صدر فيه مجلة النادي الأهلي. تعامل بقى اللاعبين مع الحكم، ما ساعدوش الحكم، رغم إن إحنا طول الوقت بنقول عايزين حكم مصري، عايزين حكم مصري. وأنا ما أنا ما أتكلم ده.